السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال أستاذ سيد؟ أستاذ سيد؟ أستاذ سيد؟ أستاذ سيد؟ حاول تضبط الصوت في الأول لو سمحت. طيب تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال أخبارك؟ الحمد لله كده تمام. أوكي، معقول معقول. أولا عذرا على التأخير، دائما المميزين نتأخر عليهم شوية. معلش بقى يحصل في الأول حاجة كده. بعد الصوت لحد الآن في صدى. طيب تمام بغيره. نحاول بس نغلق اللي في اللابتوب ونستخدم الجهاز الثاني لو تسمح. تمام. مرحبا بالمجموعة اللي موجودة، حياكم الله. إن شاء الله اليوم راح يكون معنا اللغة الإنجليزية مع أستاذ سيد من مدرسة تركي بن سعيد في جنوب الشرقية، من المعلمين المتميزين. إحنا دائما نختار المتميزين بإذن الله. بيحاول يساعدك في الأشياء اللي هي غير واضحة، نتعاون مع بعض بقدر الإمكان. الحصة طبعا بتكون مسجلة، وإذا في أي استفسارات ترى الأستاذ ما راح يقصر بإذن الله. تفضل أستاذ. Thank you, Mr. Saleh. طبعاً I hope to benefit my students today. At the beginning, I thank all the attendants to the class. إن شاء الله we are going to revise some grammatical rules which help you to revise all grammar points in this year. I hope you benefit from it, inshallah. أستاذ سيد ما في صوت. طيب الحين الصوت موجود؟ ايوه تفضلي. طيب ماشي. Now we are going to start with some sentences. طبعا as you can see أستاذ زهاد واقف. نعم. Mr. we cannot see. مشكلة في الصوت؟ It's too annoying. أستاذ سيد إيش رأيك بس تغلق التليفون وما مشكلة نستخدم اللابتوب فقط؟ نعم؟ ممكن بس نسكر التليفون ونستخدم فقط اللابتوب. طيب كده الصوت يا شباب موجود؟ كده الصوت واضح يا صالح؟ ايوه واضح واضح تفضل. طيب تمام. طبعا يا شباب زي ما انتم شايفين الجمل ممكن تكون بسيطه ولا يعني حاجات مثلا انت هتعتبرها سهله، ولكن ده زي ما بيقولوا بيبقى السهل الممتنع. طبعا على اساس ان احنا اي نقطه هنحلها مع بعض هيبقى فيه اذا محتاجه توضيح بنوضحها لك. طبعا let's start now the first sentence. He works as an or a mechanic. طبعا as you know all jobs، كل يعني كلمات الوظائف يا شباب بتحتاج حاجه اسمها ادوات النكره. طبعا ادوات النكره اما ا او ان. طبعا the indefinite article a before noun اللي هي قبل الاسماء تبدا بحرف ساكن، والان بتبدا قبل الاسماء التي تبدا بحرف متحرك. يبقى هنا بتقول he works as a mechanic، لان اي وظيفه يا شباب لازم يكون قبلها
اداه نكره. فاحنا هنا هنقول he works as a mechanic. طيب she is actress. طب اقول ولا ام؟ طبعا زي ما انتم شايفين ان كلمه actress معناها ممثله وبدأ بحرف متحرك vowel letter. هناخد هنا ايه يا شباب؟ هناخد هنا ام، فهنقول she is an actress. تمام. طيب let's go to sentence 3. طبعا wait me for، هنا هنقول a hour or an hour. لو لاحظنا يا شباب هنا ان الاتش حرف ساكن بس ما تنطق، احنا نطقنا من اول الاو، يبقى احنا بنتعامل على ان الاو حرف متحرك، فهنقول an hour an hour. يبقى احنا هنتعامل على ان البدايه هي حرف الاو، يبقى الاتش ما نعتبرها موجوده، فهنقول an hour. وخلي بالك ان الاو الان بتيجي في تعبيرات الزمنيه وتعبيرات السرعه يا شباب. يعني مثلا اقول ايه، the car moves at مثلا 120 كيلومتر an hour an hour. واضح؟ احيانا نقول a week لو انا بتكلم عن شيء بيتم في الاسبوع، اقول a week a year a month. اوكي؟ طيب تعالوا let's go to number 4. I will join an or a university. طبعا لو شفتوا كلمة university يا شباب بدأ باليو، وطبعا اليو حرف متحرك، طبعا بنقول a university. بالرغم ان هي بدأ بيو بس بناخد الآ. في معلومة لكم كده بنقولها طبعا، ان حرف اليو اذا نطق يو بيعامل معاملة الحرف الساكن. يعني اقول a university. انتوا عندكم كلمة uniform. uniform يا شباب معناها زي رسم، طبعا بدأ باليو ولكن اليو منطوقة يو، فبقول a uniform. حتى بنقول a unit. طيب لو بنقول كلمة مظلة اللي هي الشمسية بنقول umbrella. اليو هنا منطوقة يو بالA يعني كحرف متحرك، فهنا هنقول an umbrella. لا تمام. بعد يبقى عرفنا يا شباب ان حرف اليو اذا نطق يو يعامل معاملة الحرف الساكن. يعني هنا نقول I will join a university in the USA. فكده يا شباب بنعرف ان طبعا حرف اليو ده له يعني تغيير بسيط، اذا نطق باليو بيعامل معاملة الحرف الساكن، انما اذا نطق اي او ا طبعا بيعامل معاملة الحرف المتحرك وبنجيب ايه ان. حاولوا تسجلوا الملحوظات دي علشان برضه ممكن تبقى مفيدة ليكم. طيب بنروح برضه كده يا شباب، طبعا بقول ولا ذا صن. طبعا هنا يا شباب براجع لكم حاجه بتقول الاسماء الفريده من نوعها بتاخد اداه المعرفه اللي هي ذا، ديفينيت ارتكل ذا. بقول ذا صن، عندنا القمر نقول ذا مود، لان دي بيقولوا حاجه فريده من نوعها، يعني موجود منها شيء واحد في الكون. دايما كوكب الارض جميع الكواكب المجموعه الشمسيه بنقول معاها ذا، نقول ذا ايرث، لأن دي يعني ماشي غير كوكب الأرض واحد. بقول the sun the air. طبعا حتى بقول the sky. بنقول the moon. بنقول the sea لأن ده شكل البحر عام في كل الأماكن، فهذه الكلمات تستخدم معها يا شباب ذا، يعني أقول the sun. طيب هنا برضو بيقول لك look at the sky، دايما نقول the sky يعني لان دايما نقول لان تعتبر شكل السماء واحد لنا كلنا، ما فيش غير سماء واحده اللي هي ظاهره لنا، فبنقول look at the sky. طيب اسماء القصور والمسارح والسينمات يا شباب دايما يجي معاها ذا، يعني اقول ذا تاج محل، نقول ذا اوبرا هاوس. طبعا الاوبرا هاوس مكان معروف برضه بنقول ذا،
فالاسماء المشهوره مثل القصور، مثل الفنادق المشهوره، دايما ياتي قبلها ايش؟ ذا. برضو هنا اقول اور ذا جلف كانتريز ديبند مينلي اون اويل از ا ناشونال انكم. طبعا جلف كانتريز يا شباب دي كلمه عامه بنستخدم معاها ذا، لان اسم يعتبر اسم موصول، ذا جلف كانتريز، ذا جلف كانتريز. تمام، دي تعتبر يا شباب يعني مراجعه سريعه كده على استخدامات ادوات النكره وادوات المعرفه. في ملحوظه ثانيه طبعا يا شباب، ودي مهمه جدا في المنهج بتاعنا، اذا جالك صفه زائد اسم يعني adjective plus noun بنستخدم معاها ا اور ا. يعني اقول a fantastic holiday and an active doctor and active doctor. طبعا لو جالنا صفه زائد اسم دي لازم يجي معاها اداه نكره. طيب لو الاسم جمع يا شباب ما ينفعش الا والان، بنستخدم في الحاله دي سام، عشان برضو مش لازم دايما ا والان يجوا قبل الصفه، لان الصفه لو بعدها اسم مفرد بنستخدم ا او ان. طيب لو الصفه جه بعدها اسم الجمع ممكن نستخدم سام. واضح؟ طيب ناو ليتس جو تو سنتنس نمبر 9. طبعا هنا يا شباب بنراجع المضارع البسيط. طبعا المضارع البسيط هو الفيرست فورم اوف ذا فيرب او ذا بريزنت اوف ذا فيرب، الشكل الاول للفعل. طبعا النفي فيها يا شباب بيكون في دونت اور دازنت. فهنا بنقول احمد ازنت اور دازنت لايك. طبعا انتوا عارفين ان لايك هنا انفينيتيف مصدر، يبقى ما ينفع ازنت خالص، يعني ازنت دي ما تيجي معاه المصدر ابدا الانفينيتيف. فبنقول احمد doesn't like playing games، يعني ما ينفع هنا نقول isn't لان like هنا infinitive، وinfinitive يا شباب يعني مصدر، فاحنا بنقول احمد doesn't like playing games. طيب sentence 10 they don't or aren't speak. طبعا زي ما انت شايف برضو speak infinitive، يبقى لازم ناخد معاها they don't speak. they don't speak ما ينفع نقول aren't لان aren't هنا ما يجي معها المصدر. يبقى هنا بنتكلم عن حاجه اسمها نيجاتيف اوف بريزنت سمبل، يعني نفي المضارع البسيط. المضارع البسيط بيتنفى بdon't و doesn't. تمام، فجمل زي كده نقول they don't speak Spanish. وطبعا الجمله دي يا شباب بتعتبر حقيقه، لان المضارع البسيط بيتكلم عن حقائق وعادات، فهو واحد بيتكلم ان الشيء حقيقي لان ما فيش علامه لاي زمن، وتعتبر الجمله حقيقه، فبنقول زي dont speak Spanish. طبعا واضح جدا ان aren't ما تنفع هنا في الجمله دي. طيب هنا نقول does ولا do she live in Muscat؟ no she doesn't. طبعا واحد بيتكلم صيغه السؤال في المضارع يا شباب، المضارع البسيط اليس اور نو كويتشن بتاعه بيبقى دايما بيبقى do or does. طبعا does comes before he or she or it or singular noun. طبعا انتوا عارفين does بتيجي قبل he و she و it واسماء الايه المفرد، يعني هنا اقول does she live. واضح جدا من الاجابه ان فيها no she doesn't، يبقى بالتاكيد البدايه does she live. ده سؤال يا شباب في زمن المضارع البسيط، اللي هو السؤال في المضارع البسيط yes or no question بيعتبر بيبدا بدو اور داز. دو بقى طبعا يا شباب comes before، بتيجي قبل اي ووي ويو وذي اند بلورال nouns اللي هي اسماء الجمع. طيب تعالوا نشوف سنتنس 12. دو اور داز يو رايت ستوريز. طبعا انتم شايفين هنا يا شباب كلمه رايت مصدر انفينيتيف، واضح ان الجمله مضارع بسيط او سؤال يس اور نو كويتشن ان ذا بريزنت سمبل. طبعا رايت مصدر واضح جدا ان رايت مصدر هيبقى يا دو يا داز معانا، بس يو هي اللي هتحدد. يو هيجي معاها دو يو رايت ستوريز، يس اي دو. معانا يا شباب دلوقتي هندخل على زمن تاني اللي هو الماضي البسيط اللي هو الباست سمبل. وطبعا انتوا عارفين ان الماضي البسيط هو التصريف الثاني للفعل اللي هو ذا سكند فورم اوف ذا فيرب، ذا باست اوف ذا فيرب. طبعا الافعال المنتظمه كمعلومه بنضيف لها اي دي
والافعال الغير منتظمه اللي هي الريجولار فيربس بنحفظها يعني زي جو تبقى ونت او سي سو. طيب وات اباوت كويتشن؟ طب عن السؤال في الماضي يا شباب، طبعا السؤال اللي هو يس اور نو كويتشن في الماضي اللي هو السؤال اللي معناه هل في الماضي دايما يبدا بديد. السؤال في الماضي يبدا بديد يا شباب اللي معناه هل. طب دبليو اتش او اتش او كويتشن، لو جالك دبليو اتش او اتش او كويتشن والسؤال في الماضي بعد كلمه الاستفهام بيكون ايش؟ بيكون ديد. يبقى انا اقول لك ايه هنا بقى يا شباب، موجود كلمه يسترداي، كلمه يسترداي علامه للماضي، يبقى بنقول ديد هي كول يو يسترداي، ديد هي كول يو. طب وير ما تنفع لان وير ما يجي معاها مصدر. طيب لو فرضنا يا شباب ان ديد وداز موجوده، يعني ديد وداز، طبعا داز ما تنفع رغم ان داز بيجي معاها المصدر، ولكن كول عندنا كلمه يسترداي هي اللي دلت على الماضي والاجابه فيها ديد، يبقى احنا بنقول ديد هي كول. طيب ليتس جو سنتنس نمبر 14. I don't well I didn't pay much money for my shopping last night. لو لاحظتوا last night يا شباب this is a keyword، دي علامة يا شباب for the past simple، دي علامة للماضي زي ما انتم شايفين، يبقى بالتأكيد هنا هنقول I didn't pay much money. I didn't pay لأن don't هنا هتكون مضارع منفي وانت عندك علامة للزمن اللي هي الباست اللي هي لاست نايت، لاست نايت. اوكي فاحنا هنا يا شباب بنقول I didn't pay much money for my shopping last night، يبقى العلامه عندك لاست نايت هي اللي هتخليك تختار ديد. طيب عندنا برضو يا شباب جمله تعتبر علامه الماضي، we travel or traveled to the USA 4 years ago. سوي دايره على كلمه ago، طبعا معانا كلمة أجو يا شباب بتعتبر علامة للماضي، بتعتبر علامة ليش؟ للماضي. فاحنا هنا هنلاحظ ان طالما موجود كلمة أجو دي اللي هتخليك تختار كلمة ايش؟ traveled، ان انت معاك علامة الماضي we traveled. طيب ايضا يا شباب نراجع كده الماضي، they built ولا built a new house last week. هنضع خط تحت الكيورد، الكيورد عندنا ايه؟ last night او last week. يبقى انت you are going to choose they built. They built لان انت عندك علامة الماضي. طبعا she set or sets up a new office in 2019. طبعا هنا يا شباب اي سنة تكون ماضية تعتبر علامة لليش؟ للماضي. طبعا انتوا عارفين ان الفعل ست ينشئ، سيت اب يعني ينشئ او يقيم، فاحنا هنا هناخد ست اللي هي في الماضي اللي هي دي. طبعا انتوا عارفين ان الفعل ست فعل جامد ما بيتغير في التصريفات، ست ست ست. طبعا احنا عرفنا بنعتبر ان دي الماضي، دي الماضي للفعل يا شباب لان الاس دي تعتبر علامه للمضارع وانا عندي علامه للماضي اللي هي 2019. تمام يبقى كده في عجاله كده راجعنا زمن اسمه الماضي البسيط اللي هو الباست سيمبل. طبعا انا بحاول بقدر الامكان زي ما بعض الشباب طلبوا مني ان احنا نتكلم لغه عربيه او يعني نستخدم الاسلوب العربي السهل علشان الناس تفهم ويكون الكلام واضح. احنا الحصه طبعا مساعده وبنعتبرها ان انتم تستفيدوا منها وليس استعراض يعني، فانا بحاول بتكلم عربي كتير وده يعني مش مطلوب، ولكن علشان احنا في مستويات مختلفة عايزين نفهم الكل ونوصل المعلومة للكل. طيب now we are going to start، هنبدأ مع الـ present continuous يا شباب. الـ present continuous طبعا انتوا عارفين ان هو الفورم بتاعه am is are plus verb plus ing اللي هو طبعا بيعبر عن فعل يحدث الان، an action that is happening now. طيب المضارع المستمر علاماته ايه؟ كلمه لوك يا شباب، كلمه لوك يعني انظر، بيقول لك هيشوفك حاجه تحصل حين، يبقى معروف ان انا مع لوك بختار المضارع المستمر بقول لوك the birds are flying. تمام the child sleep ولا is sleeping now. طبعا الكيورد يا شباب الكيورد اللي هي كلمه ناو،
كلمة ناو معنى الآن علامة المضارع المستمر هناخد is sleep. طبعا المضارع المستمر سهل ومش عايز اضيع فيه وقت كتير لان كلكم عارفين من صف رابع. طيب كلمة زابوليس يا شباب، كلمة زابوليس بتعتبر كلمة جمع، لو جاب لك is او are معاها بتختار are لان كلمة الشرطة دي معناها جمع دايما. واضح ان كلمة ايه الكي ورد يا شباب؟ الكي ورد للمضارع المستمر كلمة at the moment، على السريع كده معناها في هذه اللحظة. يبقى انت بالتأكيد هتختار كلمة ايه؟ The police are writing. تمام؟ طيب بعد كده يا شباب هندخل على زمن تاني بقى اللي هو البريزنت بيرفكت. البريزنت بيرفكت يا شباب اللي هو المضارع التام اللي هو الفورميشن بتاعه كلكم عارفين have or has plus pp اللي هو الباست بارتيسيبل. المضارع التام من احدى علاماته يا شباب كلمه lately. lately دي معناها مؤخرا او منذ عن عهد قريب، وايضا كلمه recently. lately وrecently من علامات المضارع التام، يعني معاها تختار الاختيار ده has caught. يبقى لو شفت جمله فيها lately علامه للمضارع التام بس مش متداوله، يعني ما حد يعرف، انتوا كلكم عارفين yet وsince وfor وjust already، الا انك برضو lately وrecently من علامات المضارع التام. طيب بعد كده شباب I didn't make ولا I haven't made my settings yet. كلكم شايفين كلمة yet واسهل جملة عندكم، اول انت ما بتشوف yet علامة للمضارع التام. المضارع التام يا شباب اللي هو haven't made، I haven't made، لأن يد بتظهر في الجملة المنفية مع المضارع التام وأيضا الجملة الاستفهامية. Look at sentence 23. لو شفنا السؤال هنا يا شباب في آخره يت، آخره يت علامة أيضا للمضارع التام بس في صيغة السؤال. هنا اختار has he ولا did he؟ طبعا وجود يد هتخليك تختار has he، ودي جملة سهلة انتوا دايما تعرفوا يت ان هي علامة المضارع التام سواء في المضارع التام المنفي or question. طيب now let's go to 24. We have taken part in this committee since or for. طبعا وصلنا لحتة مهمة جدا يا شباب، ايه الفرق بين since و for؟ since و for ايضا من علامات المضارع التام زي انتوا شايفين كده الجملة معاها مضارع تام اهو since و for. طيب since بيجي معاها يا شباب specific time. ما معنى كلمة specific time؟ يعني وقت محدد بداية حدوث الفعل. طيب ايه اللي بيجي مع فور يا شباب؟ كلكم عارفين period of time يعني فترة من الوقت. فترة من الوقت يعني ايه؟ مدة معدودة من الوقت، معدودة بالدقائق، معدودة بالساعات، بالسنين، بالاسابيع. فانتوا عندكم هنا 2019 ده بنعتبره يا شباب specific time وقت محدد. لما يكون بالشكل ده يا شباب بنقول سينس. طبعا لو جالي اسم شهر بيجي معاه سينس، اسم يوم بيجي معاه سينس، يعني اقول سينس مونداي، سينس تيوزداي، سينس يسترداي، سينس ذا مورنينج، سينس ذا افترنون، دي كلها سبيسيفيك تايم. طيب بالنسبه لفور تعالوا كده شوفوا جملتها على السريع، شي هاز ليفد ان صلاله. واضح ان الجمله في المضارع التام يا شباب، الجملة في المضارع التام بس بيخلينا على فور أو سينس. ملاحظين كلمة فايف ييرز، فايف ييرز يا شباب بيريود أوف تايم بنسميها فترة معدودة من الوقت. في الحالة دي بنختار معاها ايش؟ فور، لأن هنا الفترة معدودة بنعتبرها ايه؟ بيريود أوف تايم. ممكن أقول فور فايف ييرز، فور فايف مانث، فايف دايز، فايف ويكس، اي فترة معدودة يا شباب بنستخدم معاها فور، ودي حاجة سهلة بالنسبة لكم ولكن للتذكرة والتنشيط. طيب they haven't come to the company. طبعا انتوا شايفين ان الجملة في النيجاتيف فور الشكل المنفي يا شباب. they haven't come to the company هنا بقى مكان ايه؟ اجو ولا يد؟ طبعا كلنا عارفين ان يد هي الاجابة لان هي بتكون في اخر الجملة المنفية مع المضارع التام. تمام؟ طيب تعالوا هنا بقى يقول لك the technician has tried ولا has been trying to fix the car all day. طبعا يا شباب عندنا زمن اسمه present perfect continuous، زمن اسمه المضارع التام المستمر،
وكلكم عارفينه ان هو بيتكون من have or has plus been plus verb plus ing اللي هو have وhad زائد been زائد الفعل زائد ing. من علاماته ايه يا شباب؟ يفضل دايما من استخدام مع كلمة all day. لو قال لك all day, all morning, all night, يعني واحد بيقول انا فضلت اذاكر طول الليل, دي علامة للمضارع التام المستمر. فهنا هنا يا شباب هنقول has been tried, ويفضل استخدام المضارع التام في اللي هي افعال طويلة الحدوث يا شباب, الافعال اللي بتاخد وقت كبير في حدوثها زي المعيشة, زي العمل في مكان, زي الانتظار, زي الدراسة. دائما هذه الافعال يفضل استخدامها في المضارع التام المستمر. فكلمة all day دلت على طول النهار, طوال النهار, فبنقول has been trying. طيب the employees have been having or have had a discussion since 10 o'clock. طبعا يا شباب بيقول لك الموظفين بيتناقشوا او عندهم مناقشة منذ الساعة العاشرة وحتى الان. ممكن هنا الافضل هنا يا شباب لان المناقشة بتاخد وقت, فاحنا بنقول have been having a discussion. have been دي الفعل الاوكزيلري, و have دي اللي هي الفعل الاصلي اللي يعني يقوم بمناقشة. يعني في ناس مستغربة have و have هنا. have been دي اللي هي الاوكزيلري فيرب اللي هو الفعل المساعد, و have a discussion بقى هي دي اللي خدت ing زي have had. يبقى انا بقول have been. لو اخترت دي بتاخد مضارع تام مستمر. طب التانية مضارع تام عادي, بس يفضل هنا المضارع التام المستمر لان فعل طويل الحدوث اللي هي المناقشه دي. طيب ميسي has played ولا has been playing football for 5 years. طبعا يا شباب بيفضل هنا المضارع التام المستمر, يفضل رغم ان has played صح, ولكن الافضل هنا بقول has playing لانه بيلعب وما زال بيلعب وان شاء الله هيستمر للعب لانه لسه ما زال بيعطي ولسه موجود في الفرق الرياضية. يبقى هنا الصح نقول has been playing لانه فعل طويل حدوثه ما زال مستمر من 15 سنة وحتى الان وهيستمر ليش؟ للمستقبل. ايضا يا شباب بنقول ميسي has scored ولا has been scoring about 100 goals so far. خلي بالك من كلمة so far, حتى الان, يعني اجمال الاهداف بتاعه 100 هدف ولسه هيحرز ايه؟ اهداف. هنا في الحالة دي يا شباب هنختار has been scoring لان انا بتكلم عن تاريخه وما زال حتى الان بيحرز. طيب واحد بيقول امتى نختار has scored؟ لو انا بتكلم عن مباراة معينة, يعني انا بتشوف مباراة ولسه هو حارز هدف من شوية, بقول ميسي has scored او has just scored a goal. انما هنا انا بتكلم عن تاريخه في الاهداف, يعني يعتبر المضارع التام المستمر هنا افضل يا شباب. ميسي has been scoring about, يعني بيحرز وما زال يحرز, وصل للعدد 100 حتى الان وممكن يستمر بعد كده في الايه؟ في المستقبل. انما انا لو بتكلم عن احراز هدف فردي او في مباراه من شويه, يعني انا جالس اتفرج على المباراه واحد دخل عليه وبقول له ميسي has scored a goal او has just scored a goal, تمام؟ فهنا يا شباب من الافضل تختار المضارع التام المستمر. طيب مستر بعد كده يا شباب على ways of expressing future. كلكم عارفين حاجه اسمها طرق التعبير عن المستقبل. مستر سيف في كويتشن. نعم مستر, بسرعه المقاطعه بس, انت حاط شيء على البورد؟ ايوه صالح, ايش كان السؤال؟ حاط 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 ايش؟ حاط شيء على الشاشه. الشاشه واضحه بس في المؤشر القلم الاحمر فقط. انا ما ظاهر عندي الصوره, مش واضحه. لا ما ظاهر, الصوت ضعيف. زي ممكن في بعد اذنك استاذ سيد, بس ممكن تعمل ايقاف المشاركه وتعمل مشاركه مره ثانيه من جديد. تمام.
أي الصورة معانا؟ واضحة الصلاة؟ أيوة نعم. تفضل سالي. طيب now let's go on. طبعا زي ما شفتوا هنا يا شباب عندنا ميسي has been scoring. الصوت واضح الصلاة؟ ايوه استاذ واضح. اوكي ايوه استاذ واضح. طيب اوكي هنا من شباب بنشوف ميسي هاز بين سكورينج، قلنا ان احنا بنتكلم عن تاريخه بيحرز وما زال يحرز وهيحرز في المستقبل، فبنختار هاز بين سكورينج. طيب لو هو طبعا بنتكلم عن هدف فردي، واحد داخل علينا واحنا بنتفرج على المباراه وان ميسي احرز هدف منذ شويه بنقول ميسي هاز سكور، يبقى المضارع التام هو الافضل العادي، انما هنا بتكلم عن تاريخ احرازه للاهداف. بعد كده بندخل بقى يا شباب عن حاجه اسمها ways of expressing future، طرق التعبير عن المستقبل. احنا عندنا طريقتين ثلاث طرق يا شباب بنعبر بهم عن المستقبل، اللي هي using will or am or is or are going to or am or is verb plus ing. اما بنستخدم will او am was were going to او am was were زائد الفعل زائد ing اللي هو المضارع المستمر. طيب هنا يا شباب واضحه جدا الجمله، في واحده تنفع وفي واحده ما تنفع. اقول I will ولا I going to travel in July. لو انتم لاحظتوا ان going ناقص am، يعني going دي ناقص am عشان تبقى صح، فالصح نقول I will travel. I will travel in July. طبعا انتوا عارفين دايما يا شباب ان ويل بتعبر عن البريدكشن، التنبؤ، فيوتشر فاكت، البروميز، الحاجات دي كلها، ولكن جمله المستقبل هتبقى واضحه جدا، هيبقى واحده باين ان هي اللي تنفع. هنا از جوينج او هنا جوينج ناقص ام عشان تبقى صح. لو مكتوب اي ام جوينج تو هيبقى في لخبطه شويه، ولكن هي واضحه جدا، ما ينفع هنا غير ويل للتعبير عن المستقبل في الجمله دي. طيب اتس كلاودي، طبعا يا شباب انتم عارفين ان من استخدامات ام واز وار جوينج تو في حاجه اسمها حدث على وشك الحدوث، يعني حدث له دليل هيحصل، فانا بقول اتس كلاودي، يبقى من الصح ان انا اقول اتس جوينج تو رين. هو في خطا هنا، يعني ويل ما تنفع لان ويل ما ينفع يجي معاها تو، يعني اللي واخد باله ان ويل ما يجي معاها تو فهي ملغيه اوتوماتيك، فانت هتقول اتس جوينج تو رين هي الصح. فطبعا دي طيب لو دخلنا تو مع جوينج كان هيبقى في حيره شويه، واحد يقول ات ويل رين او اتس جوينج تو رين، بس طالما في دليل هتقول اتس جوينج تو رين. طالما في دليل بيقول لك انها مغيمه او في غيوم او في سحب يبقى الافضل از جوينج تو، ولكن هو خلاص كده واضحه ان ما ينفع غير ويل، اللي ما ينفع غير is going to لان is going هي اللي هتاخد to. تمام now let's go 33. they are building ولا will build a new house next month. they have planned the land and bought the necessity things. لو انتوا لاحظتوا يا شباب في الجملة دي محيرة شوية، في ناس هيقول في مستقبل بويل وفي عندنا مضارع مستمر، مضارع مستمر بيعبر عن المستقبل ايضا. طيب ايه الفيصل بينهم؟ لاحظوا كلمه بلاند يا شباب، في تخطيط هنا، في اعداد مسبق، طالما الموضوع معد له مسبقا الترتيبات دي يا شباب يبقى الصح نقول they are building. طالما في تخطيط وترتيب الافضل هنا تختار they are building، يعني ما ينفع هنا نقول will build بالرغم فيه موجود كلمه next month علامة للمستقبل، ولكن احنا كملنا الجملة بكلمة they have planned،
يعني في تخطيط، يعني في ترتيبات، وفي حالة الترتيبات يفضل استخدام المضارع المستمر للتعبير عن المستقبل. بسرعة كده يا شباب، The horse can run but it can. طبعاً يا شباب يفضل كان دايماً للتعبير عن الإمكانية. من استخدامات المودلز، احنا عندنا حاجة اسمها المودلز اللي هي كان وويل وماي ومايب، يفضل استخدام كان يا شباب في الأفعال اللي فيها إمكانية أو قدرة معينة. فنقول The horse can run but it can't fly. هنا برضو The bee can fly but it can't swim، ودي جمل سهلة جداً. تعالوا بقى نصل إلى حاجة اسمها الكونجنكشنز. كلكم طبعاً عارفين أهمية الروابط، والروابط يا شباب مهمة جداً وممكن تجي لك في الاختياري في الجرامر. طبعاً we should seek alternative sources of energy. يا ترى أقول because ولا because of we need to save our planet. كلنا عارفين يا شباب إن because معناها لأن، و because of معناها بسبب. خلي بالكم ان بيكوز بيجي بعدها كلوز، يعني جمله مكونه من فاعل وفعل. يعني بالنسبه لبيكوز لازم يكون فيها فاعل وفعل زي ما انتم شايفين. طيب ايه الوضع مع بيكوز؟ احنا عندنا بيكوز اوف وديو تو واوينج تو، الثلاثه دول معناهم بسبب. بيجي بعدهم اما الفيرب بلس اي ان جي، الفعل زائد اي ان جي، او ممكن يجي بعدهم ناون يا شباب، اسم او اسم موصول. طيب انت ملاحظ ان الجملة بعد الاقواس فيها وي وفيها نيد، يبقى دي جملة كلوز. طالما الجملة عبارة كاملة كده يبقى الصح هنا نقول ايش؟ because we need. تمام؟ فاحنا عارفين ان because بيجي بعدها جملة كاملة، جملة مكون منها فاعل وفعل ومفعول، يعني جملة كاملة العناصر. انما because of و due to و owing to، الثلاثة دول معناهم بسبب، بيجي بعدهم الفعل زائد ing، وأحيانا يجي بعدهم noun أو adjective plus noun، يعني اسم موصوف أو اسم فقط. طيب تعالوا كده sentence 37. The bank was closed as a result we couldn't get our money. طبعا احنا عايزين كلمة تساوي so. مين اللي بتساوي so هنا يا شباب؟ البنك كان مغلق، لذلك اللي بتساوي لذلك as a result من احدى بدائل سو يا شباب. يعني لو محتاج as، لو محتاج سو وما عندك سو، اختار كلمة as a result اللي هي بتساوي كلمة consequently برضو، وبتساوي كلمة therefore وthus. كل هذه بدائل لسو. الكلمة اللي انا وضعت عليها خط دي بديل لسو، بدل ما نقول سو ممكن نقول as result أو as a result. طيب the flights were cancelled. هنا بقى يا شباب الشاطر فيكم اللي هيعرف because of ولا as. خلي بالكم ان as دي زي because بالظبط، عندنا ثلاث كلمات بتساوي because، because و as و since، because و as و since. طيب الجملة هنا فيها bad weather. yes، هنا يا شباب لو لاحظتوا الجملة the bad weather اسم موصوف، هنا بنسميها phrase، يعني بنسميها كده يا شباب شبه جملة ما فيها فاعل. لو لاحظتوا ان الجملة دي ما فيها فاعل، لو لاحظتوا الجملة ما فيها فاعل، يبقى انا بقول because of، لان as معناها لان، محتاجة فاعل وفعل ومفعول. امتى as تبقى صح؟ لو كنت بقول the weather was bad. في تداخل في الصوت كده يا شباب. خلاص خرج. تفضل. ماشي. طيب because of هي الصح يا شباب، علشان كلمة the bad weather هنا اسم موصوف. هنقول الرحلة اتلغت بسبب الطقس السيء. طب لو أنا بقول مفعول في الاسم مفعول نربطها؟ نعم. بس ده شيء. Yes. Alguém aqui fala brasileiro, pelo amor de Deus? Está falhada. Ok. شوف يا شباب هنا كلمة. تفضل سادي. The bad weather ده اسم موصوف يا شباب، دي بنسميها phrase. phrase يعني شبه جملة. ما ينفع غير because of. طب as متى تبقى صح as؟ لو انا كنت بقول the weather was bad،
هنقول as the weather was bad. لو كانت جملة كاملة وفيها فاعل وفعل كنا هنقول as، ولكن وجود ال adjective plus noun هتبقى because of، بسبب. طيب تعالوا هنا يا شباب برضو مع الروابط، we trained hard consequently ولا also we could win the match. هنا عايزين بديل من بدائل so، بيقول تدربنا جيدا لذلك فزنا بالمباراة. طبعا من روابط الريزلت، احنا خدنا من روابط الريزلت النتيجة اللي هي بتساوي so كلمة consequently، لان also يا شباب من روابط الإضافة، الإضافة اللي هي addition، فما ينفع هنا استخدام رابط إضافة. فلاحظوا ان الروابط مهمة جدا ودايما يجي عليها جمل في الاختبار، فلازم تفهم الجملة اولا قبل الاختيار للرابط. هنا نتيجة يا شباب، تدربنا بجد لذلك فزنا بالمباراة، يبقى انا عايز بديل لسو، كلمة consequently بديل لسو. اوكي بعد كده let's go to sentence 40. The bag was very heavy as therefore I couldn't carry it. لو انتوا قريتوا الجملة برضو هتحس ان هي فيها result، فيها نتيجة. من بدائل سو هنا ايضا، لو لاحظتوا ان في بديل لسو ايضا اسمه therefore. كلنا نعرف البدائل دي لانها مهمة يا شباب، ساعات نبقى محتاجين سو بس ما موجود سو، ايش بديل لسو؟ كلمة therefore. The bag was very heavy therefore I couldn't carry it. الشنطة ثقيلة لذلك أنا ما استطعت حملها. فأنت هنا بديل لسو، والروابط عندنا في الفصل الأول مهمة جدا. طيب I like English and math but or and I don't like arts and science. This is a sentence of contrast. دي جملة تناقض يا شباب، contrast يعني تناقض. طبعا انتوا عارفين ان and بتعبر عن الإضافة. طيب but واضحة جدا جملة بط، كلكم بتجاوبوها لأن بتشوفوا الكومة والجملة معناها كده I like English and math but I don't like arts and science. تعالوا لجملة 42. But ولا although he is smart he couldn't answer all the questions. طبعا يا شباب احنا عندنا هنا الروابط دي الاثنين من روابط التناقض، ولكن but ما بنبدأ بها الجملة إلا في حالات استثنائية جدا. الأفضل هنا نختار كلمة ايش؟ كلمة من يعني بتعبر عن التناقض اللي هي كلمة although. كلمة although وبتساوي كلمة زيها بالظبط يا شباب اسمها though، وكلكم عارفين ان though بيجي بعدها جملة كاملة، although وthough بيجي بعدهم جملة كاملة اللي هي he واذها. although he is smart بالرغم ان هو ذكي لم يجيب على الأسئلة كلها. طيب في عندنا اثنين من الروابط يا شباب من روابط التناقض اللي هما بيساووا الضوء، ولكن بيجي بعدهم جملة شبه جملة اللي هي كلمة despite و in despite of. despite و in despite of بيجي بعدهم الفعل زائد ing أو noun، هما بيعتبروا بديل لالضوء بس بيجي بعدهم حاجة اسمها شبه جملة اللي هي phrase. تمام؟ بعد كده هنروح ل sentence 43. The sea was rough so or as we postponed our voyage. دي صريحة جدا يا شباب، دي نتيجة بيقول لك البحر هائج لذلك، واضحة جدا ماشي بديل هنا، هي هنا سو واضحة خالص بنقول لذلك postponed يا شباب يعني أجلنا الرحلة. تمام؟ طيب he had to go to a diet since or so he was to have diabetes. هنا يا شباب بديل من بدايل because. انتوا طبعا عارفين because معناها لان، في بديل لي because نعم اللي هي since و as. since اللي انتوا خدتوها بمعنى منذ لها معنى تاني بمعنى لان، بتساوي because بالظبط. انت محتاج هنا because بس ما عندك because، محتاج because ولكن ما عندك because، يبقى انت بتختار since لان since بتساوي because. تمام؟ فاحنا هنا يا شباب بنقول he had to go on a diet since he was to have diabetes، لانه عنده مرض السكر. فهنا since بتساوي because اللي نختارها افضل. تمام؟ let's go to sentence 45. she works hard as or so she was awarded an award. طبعا هنا النتيجه سهله جدا يا شباب،
الجملة واضحة جدا معناها so very good. تعالوا نيجي بقى للمهمة جدا دي بقى جملة مهمة جدا as with you to as معناها لأن with you to معناها بسبب. طيب مين اللي هيحدد استخدامهم كلمة global warming؟ global warming يا شباب بنعتبرها phrase بنعتبرها شبه جملة ليس فيها فاعل. الجملة دي ما فيها فاعل فلذلك احنا هنقول بسبب due to. كلمة due to وكلمة owing to و because of الثلاثة دول معناهم بسبب بيجي بعدهم phrase اللي هو اسم موصوف or verb plus ing. فهنا الصح ان انتوا هنا شباب تقولوا due to global warming بسبب الاحتباس الحراري. طيب واحد برضو شاطر هيقول as a result of ولا because the climate change. التحليل عندي هنا كلمة the climate change يا شباب. climate change يعني تغير المناخ. هنا يعتبر اسم موصوف ماشي فاعل في الجملة. الجملة دي تعتبر phrase يعني شبه جملة ما فيها فاعل. لو انت لاحظت ما فيها فاعل وفعل ماشي حاجة صريحة. فانت هنا هتقوله بايه؟ as a result of نتيجة هي بتساوي because of يا شباب. as a result of بتساوي because of او due to. اوكي؟ طيب بعد كده يا شباب هنروح sentence 48 owing to ولا although his laziness he was fired from his job. لو لاحظتوا يا شباب كلمة fire هنا كلكم متعودين ان fire معناها نار او حريق بس فاير تيجي بمعنى يفصل من العمل. He was fired يعني هو فصل من العمل. طبعا الجملة هنا سببية فانا بقول بسبب كسله فصل من العمل يبقى جملة التناقض هنا مش مطلوبة او اداة التناقض هنا مش موجودة اللي هي الجو مش مطلوبة. يبقى الصح ان احنا نقول يا شباب owing to. وانتم ملاحظين ان his laziness لو انتم واخدين بالكم كلمة his laziness تعتبر كلمة شبه جملة ما فيها فاعل وفعل. كسله هنقول بسبب كسله فهي دي الإجابة اللي انتوا هتختاروا. طب he is wealthy but ولا however he is a miser. لو انتوا لاحظتوا يا شباب الجملة واضحة جدا دي جملة تناقض هو ثري ولكن بخيل بتساوي كلمة مين يا شباب؟ ولكن بقى طبعا طب ما الاثنين معناهم ماكل. طب من اللي بيجي قبلها فول ستوب وبعدها الكومة؟ هتلاحظوا كلكم هتقولوا دلوقتي however very good تمام. let's go sentence 50 he is strong yet or as he is crowd. طبعا حاجة جديدة عليكم بقى ممكن yet تدي معنى but يا شباب ممكن yet تدي معنى but. ممكن نقول he is strong yet he is coward. coward يعني جبان يعني not brave تمام. يبقى عرفوا بقى ان يت يا شباب لها استخدام كده يعني استثنائي شويه. يت ممكن تدي معنى بط هنا لو موجود بط كنا اخترناها ولكن في بديل لبط هنا اللي هي كلمه يت ولاحظ ان هي ممكن تجي لك برضه كحاجه استثنائيه. طيب we came early however ولا because we didn't find any empty seats. دي جمله تناقض برضه يا شباب واضح ان هو هيستخدم هنا however يعني ممكن ما نقولش فيه فول ستوب ولا حاجه ولكن بتعبر عن التناقض. وي كيم ايرلي الجمله هنا فيها سببيه ولا تناقض؟ بيقول وصلنا بدري ولكن لم نجد مقعد فاضي فبالطبيعي ان دي جمله تناقض يا شباب. يبقى الصح هنا نقول ايش؟ however تمام. فاحنا ممكن نستخدم however علشان تبقى واضحه. هي ممكن تيجي بالشكل ده يا شباب ولكن ممكن اكتر حاجه بتيجي في الامتحانات يسوي لك فول ستوب هنا وتكون هي بحرف كابيتال علشان هي بدايه الجمله الجديده تمام. طيب 52 no one wants to marry her but ولا although she is beautiful. طبعا يا شباب الجمله هنا but although معناهم ولكن ودي معناها بالرغم من. انت لو لاحظت المعنى هنا طبعا بط بتتعرف بالكومه اللي بتيجي قبل البراكت اللي هي الاقواس. هنا المعنى بيستقيم لا احد يريد الزواج منها بالرغم ان هي جميله. الصح هنا ان احنا نقول ايش؟
although. كلمة although هي الأفضل من but، لأن but طبعا لها تركيبة تانية ممكن نقول فيها كومة والمعنى هيختلف شوية. تمام؟ طيب عندنا بقى روابط اسمها البيربس، روابط الغرض جاية هي يا شباب، in order to ولا so save water we should take showers not bath. طبعا يا شباب احنا عندنا روابط اسمها روابط الغرض، في نوعين، في so that و in order that، ودول بيجوا بعدهم جملة كاملة معناهم لكي. وعندنا ثلاثة تانيين بيجي بعدهم المصدر اللي هي to و in order to و so as to. معانا واحدة فيهم اهي اللي هي in order to. in order to دي معناها لكي. طب عرفناها ازاي؟ ان هي اللي هناخدها علشان انت معاك save، الفعل save في المصدر يا شباب. فانت بتقول in order to save water، لكي نوفر الماء. طيب so هنا ملهاش معنى لان هي من روابط النتيجة، وانا عايز هنا حاجة اسمها روابط الغرض، روابط الهدف. طيب let's go sentence 54. Although or in spite of being late, he could answer all the questions. لو انتوا لاحظتوا بقى اللي انا عايز اقوله لكم، هنا الروابطين معناهم بالرغم من، although معناها بالرغم من، و in spite of معناها بالرغم من. طب ايه الصح فيهم؟ احنا عرفنا يا شباب ان although و though بيجي بعدهم فاعل وفعل ومفعول، او فاعل وفعل، يعني جملة كاملة نسميها close. انما ان سبايت اوف هي اللي بيجي بعدها شبه جمله، اما الفعل زائد اي ان جي او ناون. فانت لو انت لاحظت ان جمله بينج دي اسمها فريز، شبه جمله ماشي فاعل، وعلشان كده هيبقى الاختيار ان سبايت اوف بينج ليت، بالرغم من كونه متاخر. يبقى احنا ان سبايت اوف صح، علشان الجمله هنا عباره شبه جمله ماشي فاعل. لو شيء فاعل كنا هنختار الضو، انما هنا الفعل مضاف له اي ان جي، حاله اسمها جيرند، فعل اسم فاعل، ده اسمه اسم فاعل، بنختار ان سبايت اوف. ايضا جمله كمان يا شباب، بات ولا ديسبايت هافينج ا لوت اوف ماني هي از مايزر، بالرغم انه عنده فلوس هو بخيل. برضه لو انت لاحظت كلمه هافينج ديسبايت فيري جود ديسبايت، لان ديسبايت هنا هيجي بعدها فعل زائد اي ان جي، لان هنا المعنى الجمله تعتبر فريز ما في ماشي فاعل هنا، يبقى الصح نقول ديسبايت، لان ديسبايت وان سبايت اوف بيساووا بعض في القاعده دي. طيب ويت تو ولا انتل ذي كيم باك؟ طبعا في رابط عندكم يا شباب مش متداول، اللي هو حتى، انتظر حتى يرجعوا. كلمه ويت انتل ذي كام باك، كلمه انتل هنا معناها حتى، من كلمات اللي هي بتعتبر تحدد الوقت يعني. فهنا بتقول wait until they came، انتظر حتى يأتوا، لأن until و till دي يا شباب معناهم حتى، ومن الروابط الزمنية بقى. طيب instead of و for building more bridges and highways we should improve. طبعا يا شباب اعرفوا ان for احيانا بتيجي بمعنى لأن، for بتيجي بمعنى لأن، بس هنا في كلمة جديدة كده عليكم اسمها instead of، معناها بدلا من. instead of هنا بيقول لك بدلا من بناء الجسور والطرق يجب أن نحسن المواصلات. يبقى هنا بدلا من هي الأفضل، لأن أنا عايز أقول instead of. اكتبوها كده، كلمة معناها بدلا من، بدلا من. ممكن يخيرك في الاختبار على of، لما يجيبها يخيرك على of لوحدها. Now go to sentence 58. Some people don't care about global warming though ولا although having harmful effects on our plants. طبعا يا شباب الاثنين خطأ. معذرة، هنا هنكتب لكم despite. هنا المفروض تبقى كلمة despite. despite having harmful affects our planet. يبقى some people don't care about global warming despite having harmful effects on our planet. لأن although ذو معناهم واحد يا شباب، هنا المفروض نكتب لكم كلمة despite، لأن كده الإجابتين دول يبقوا صح. despite طبعا معذرة، كلمة despite دي E-S-B-I-T-E، وهي مرت علينا قبل كده اللي هي despite أو despite of. ديسبايت اللي فوق ده هي المفروض تيجي مع الجو،
وانا اخترت سبايت علشان الفعل هنا معاه اي ان جي، ومعذره للخطا ده. طيب وي ويل بي ريدي وين ولا وير هي فينيشز هيز تاسك. احنا عايزين هنا رابط زمن يا شباب. وي ويل بي ريدي وين او وير هي فينيشز هيز تاسك. طبعا وين هنا هي الاحسن رابط زمن. خلي بالكم عايز اقول لكم قاعده مهمه جدا شباب، في ناس هتستغرب تقول يا استاذ كيف وين جاي بعدها مضارع وقبلها مستقبل. احنا عندنا قاعده عامه كده شباب اكتبها دلوقتي، اي رابط بيجي بعده مضارع يبقى الجمله الثانيه مستقبل، لان ممكن نفس الجمله دي يخيرك عليها يحذف لكم كلمه فينش. وطبعا في شباب كتير جدا اول ما يشوفوا وين هيختاروا بعدها ماضي بسيط. شوف لو وين جه بعد قبلها مستقبل، الرابط لو معاه مستقبل يبقى بعده مضارع بسيط. الرابط لو معاه مستقبل يبقى الفعل الثاني مضارع بسيط. انسى القاعده الاصليه بتاعه. يعني مثلا واحد يقول افتر اي فينيش، شوف افتر اي فينيش سكول اي ويل جوين يونيفرسيتي. افتر اي فينيش، افتر جه بعدها مضارع ليه؟ لان الجمله الثانيه مستقبل. في ناس كتير جدا ياخد افتر بعدها ماضي تام بدون ما يفكر. احيانا افتر يجي بعدها مضارع اذا كانت الجمله الثانيه مستقبل، ودي علشان ما حدش يقع فيها اكتبها كده. اي رابط ياتي بعده مضارع بسيط يكون الفعل الثاني مستقبل، ويخيرك على اي واحد فيهم من الاثنين. تمام. طيب هي لايكس فوتبول ولا ان؟ كلكم عارفين ان روابط الاضافه دي اسمها اديشن. روابط الاضافه يا شباب منها اند. طب في بديل كده لو قال لك از ويل از، اعرف ان از ويل از بتساوي اند من روابط الاضافه. يعني لو موجوده في الجمله دي كنت تختارها عادي، تقول هي لايكس فوتبول از ويل از سويمينج. تمام. فانت هنا تكون خلي بالك ان من الروابط هنا اند للاضافه. اوكي طيب ليتس جو 62. وي كان جو تو صلاله ولا سور. شباب للتشويس للاختيار هنا اور هي اللي صح. تمام. طيب جه حاجه ثانيه كده شباب، هي از جينيروس بيسايدز ولا اون ذا كونتري هي از بريف. انا عايزكم تعرفوا جمله كبيره جدا ومهمه جدا. انتوا خدتوا كلمه بيسايد معناها بجانب. بيسايد يعني بجانب، لو نضاف لها اس تبقى معناها بالاضافه الى. فهنا يا شباب كلمه بيسايدز معناها بالاضافه الى وليست بجانب، وده من روابط الاضافه اللي هي بتساوي اند وبتساوي از ويل از. فانت هنا هتقول هو كريم بالاضافه الى ان هو شجاع، بنضيف صفه على صفه. فانت هنا بتقول بيسايدز، واعرف ان بيسايدز هنا معناها بالاضافه الى، انما كلمه اون ذا كونتراري على العكس، على العكس. فطبعا الكرم والشجاعه ما بيجوش مع بعض، فاحنا بنقول هو كريم بالاضافه الى ذلك هو شجاع، يعني صفتين حميدين مع بعض. طيب تعالوا نروح على 64. We traveled to the USA on the country but they traveled to Canada. سافرنا الى امريكا on the contrary على النقيض او على المقابل they traveled to Canada. طبعا هنا يا شباب هم يعني هنختار هنا كلمه but، ولكن هم راحوا الى كندا لانه غيروا الايش، غيروا المسار بتاعهم، فاحنا بنقول but they traveled to Canada. تمام. طب we can't save the environment otherwise or if we will face terrible condition. if طبعا لا يا شباب، احنا بنقول we can't save the environment otherwise or if. لو انت ملاحظ if ما يجي معاها كومه يا شباب، اف لو جت في نص الجمله ماشي كومه مع اف، ده دي علامه ان انت ما تختار اف في وجود الكومه هذا. هنا كلمه عندكم بخلاف او على العكس، كلمه otherwise دي اعرف معناها، بيقول لك وي كان. احنا بنقول يا شباب ممكن نستطيع ان نحافظ على البيئه والا
انا عايز اقول والا هنواجه مشاكل. مين اللي معناها والا؟ otherwise. يا شباب، واحد فيكم كان يلاحظها من غير ما يعرف معنى كلمه otherwise؟ طالما شفت اف بعد قبلها كومه يبقى ما تنفع. اف لو جت في نص الكلام ما يجي معاها كومه، يعني ملحوظه يعني. اف لو جت في نص الكلام بتبقى رابط بتربط الجملتين بدون كومه معاها. ولكن otherwise ممكن يجي معاها الكومه دي، وهي دي اللي خلتك تختار كلمه والا، او على العكس من ذلك سنواجه مشاكل في الاحوال، في stable condition. condition هنا معناها ظروف او احوال. طيب let's go to 66. they like sports on the other hand ولا and they like sleeping a lot. لا يا شباب. ايوه برافو عليكم. on the other hand لان انت ملاحظ ان هو سوى فول ستوب، وعمر ما انت يا شباب يجي قبلها فول ستوب، يعني انتوا خليكم قوي الملاحظه شويه. احيانا في حاجات بتختار نفسها بدون ما تعرف المعاني، يعني واحد مش فاهم كلمه on the other hand، اعرف ان and ما يجي قبلها فول ستوب، لان on the other hand دي رابط بنربط به جمله جديده، بيكون في بدايه الجمله وبيبقى بالشكل ده، قبليه فول ستوب وبعديه كومه زي هاوفر شويه، يعني هي شبيهه بكلمه هاوفر. فانت بتقول they like sports on the other hand they like sleeping a lot. اوكي. طبعا بعد كده شباب افتر هنقع فيها دلوقتي، افتر having ولا افتر had the permission we went fishing in the blue water؟ طبعا يا شباب having. teacher example not clear because very far. ان هون الشاشه don't clear. isn't clear. طيب كيف نقربها لك شويه كده؟ صح كده واضحه. اوكي excellent. thank you. طيب after having ولا had يا شباب؟ طبعا في شباب اول ما يشوفوا after يعني ماضي تام، لا هنا without a subject. after هنا بتعتبر يا شباب حرف جر. after بدون فاعل يجي بعدها الفعل زائد ING، يعني أقول after having after leaving. إذا شفت بعد after ماشي فاعل، هنا ماشي فاعل هو شباب، فبنختار بعد after الفعل plus ING. أيضا ينطبق على before. before بدون فاعل يبقى انسى الماضي البسيط، يعني في ناس أول ما يشوفوا before يقول لك الأستاذ قايل لنا ماضي بسيط. لا before هنا بدون فاعل، يعني هقول before building. before building لان ماشي فاعل، فانت هنا هتختار الفيرب بلس اي ان جي. بعد كده يا شباب جات الجمله اللي انا بقول لكم عليها كلكم، when he meets them he would ولا he will tell them the news. انا قلت لكم يا شباب اي رابط، شوفوا اي رابط يجي بعده مضارع يبقى الجمله الثانيه مستقبل، والعكس صحيح. كان ممكن يجيب لك will ويخيرك على meets، وكلكم بعد وين هتختاروا الماضي. لا انت شوف مع وين مستقبل يبقى بعدها مضارع، لما تشوف بعد وين او في الجمله الثانيه من وين مستقبل يبقى بعد وين مضارع، والعكس شفت بعد وين مضارع يبقى الجمله الثانيه مستقبل، ودي جمله مشهوره جدا. 70 she bought some clothes. she bought some clothes after she had ولا had had some money. واضح جدا يا شباب ان الماضي التام بيجي بعد افتر. الماضي التام ده يا شباب بنسميه ريموت باست، الماضي البعيد. بيبقى بعد افتر دايما بيجي الفعل الذي حدث اولا، بنسميه ريموت باست، ماضي بعيد. وهو بيقول لك كده لو فعلين حصلوا في الماضي يبقى الحصل الاول ماضي تام واللي بعديه ماضي بسيط. فواحد بيقول هو اشترى بعض الكلوذز بعد ما خد الفلوس، يعني هو خد الفلوس الاول وبعد كده اشترى الملابس. يبقى هنا شباب بنختار بعد افتر ماضي تام هاد هاد. في ناس بتستغرب لكلمه هاد هاد، كيف ان هاد هاد تيجي مع بعض؟ هاد الاولانيه يا شباب دي الفعل المساعد اللي بيكون الماضي التام، وهاد دي التصريف الثالث من يملك، علشان نضع الفعل يملك في الماضي التام هتبقى هاد هاد. هاد الاولانيه فعل مساعد اللي بيكون الماضي التام، وهذه الثانية دي اللي هي التصريف الثالث من يملك، التصريف الثالث من هاف.
عشان ما حد يستغرب وجود هاد هاد. 71 they had got his permission before they sitting ولا set up the new branch. يا شباب انتوا شايفين before اهي before قبلها ماضي تام وبعدها ماضي بسيط يبقى ادم ماضي البسيط لان الفعل set يا شباب في الثلاث تصريفات زي ما هو set 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 فانت ده بتعتبره ماضي بسيط بقى علشان تكمل القاعده. افتر شي هاد واضح هذه وسهله جدا بعد هاد بيجي التصريف الباست بارتيسيبل علشان تكون في الصوره كل شيء هاد جوت. طيب بيفور اي ميك ولا ميد ذا جيم اي هاد ستادد واضح ان بيفور هنا بيجي بعدها ماضي بسيط ميد ميد والفعل الثاني ماضي تام اهو ساعات يخيرك عليه برضه ولكن هو خيرك على الفعل الاولاني. ليتس جو 74 واحدة هنا بقى للطالب الشاطر on ولا during his stay in the hotel he swam in the swimming during يا شباب أثناء الإقامة لا during هي الأفضل أثناء الإقامة during يا شباب بتبقى بديل لوين ولكن هنا الكلمة هنا أثناء لأن الإقامة هنا كانت فترة معينة فأنا بقول أثناء الإقامة هو سبح في السويمينج بول فهنا ديورينج معناها أثناء أفضل من أون أون تفضل لما يجي الفعل معاه اي ان جي لو الفعل معاه اي ان جي كانت هتبقى أون أحسن هنقول أون ستايينج رغم أن ديورينج تنفع برضو ولكن هي ديورينج هنا اللي مديها المعنى أوضح وأدق يعني هما يعني قريبين من بعض شوية وفي الامتحان ما يجيبهمش مع بعض كده لان هيسوي لك ربكه فهي ديورينج هنا افضل. If he are ولا were a millionaire he would build. هندخل هنا بعد كده يا شباب على حالات if. يا شباب هنا كلمه if هنا طالما في would الناس اللي are غلط لان طبعا would زائد المصدر دي تبقى الحاله الثانيه يعني اقول if he were. طيب واحد يقول كيف were تيجي مع he؟ دي حالة يا شباب اسمها حالة الاستحالة لما اتكلم عن شيء مستحيل بجيب وير مع جميع الضمائر سواء مفرد او جمع يعني انت بتقول if I were a doctor انت مش دكتور حاليا بتقول if I were a doctor I would help them لو انا كنت دكتور كنت ساعدتهم بس انت ما بدكتور فانت بتتكلم عن شيء مستحيل حاليا فليش خدنا وير علشان الجملة في الحالة الثانية من F اللي هي اسمها حالة الاستحالة وير بتيجي مع جميع الضمائر في الحالة دي يا شباب تمام؟ فطبيعي ان انتوا تكونوا واخدين بالكم من النقطة دي دي حالة تانية من F طب واحد شاطر بقى يجيب لنا الحالة دي برضو من F عندك F اهي وبعدها ماضي بسيط If I got enough time لا جوت هنا ماضي بسيط اهي جوت ماضي بسيط اهي يا شباب بعد اف ماضي يبقى انت هنا وود طالما اف بعدها ماضي يبقى هنا وود اوكي طيب 77 اف هي جيتس سام تايم هي وود ولا ويل رايت ا نيو ستوري هي ويل دل عليكم يا شباب جيتس هي اللي هتحدد جيتس يا شباب مضارع بيسا مضارع يبقى هنا ايش ويل يبقى هنا معاكم ويل يا شباب طيب if they are told ولا tell the true information they will be aware about that if they tell the true information they will be well aware about that طيب واحد شاطر بقى بقول هنا لو هم يخبروا ولا يخبروا بالمعلومات الصحيحة they will be aware about that كانوا بقوا على دراية من ذلك انتوا هنا شباب عندكم مضارع الاثنين في مضارع مجهول انت عندك مضارع مجهول ومضارع بسيط معلوم الاثنين مضارع بس اللي فاهم الجمله بيقول لي ايه لو هم يخبروا يخبروا واضح ان هنا في باسيف يبقى حاجه عجيبه شويه مش اي حد هيجيب الجمله دي يا شباب هنختار ار تولد واحد يسالني ار تولد دي ايه دي مضارع بسيط مجهول زي ما في ماضي بسيط مجهول في حاجة اسمها مضارع بسيط بقول لك لو يخبروا واخدين بالكم من المعنى لو يخبروا بالحقيقة هم هيبقوا على دراية بذلك لو يخبروا فهنا الجملة دي محيرة شوية بس هي جملة
اسمها مضارع مجهول. طيب في ملحوظة كده، في حاجة اسمها unless وفي حاجة اسمها if. اعرفوا يا شباب unless ده ايه معناها؟ اذا لم، بتيجي بديل لاف نوت. يعني اف المنفيه ممكن احذف اف مع نوت واستخدم ايش؟ انلس. طيب شوف المعنى هيستقيم بالرابط هون، اقول انلس ولا اف؟ يو ار تاير، يو كان دو سام اكسرسايز. يا شباب هنا اقول اذا انت متعب، اذا انت متعب تسوي اكسرسايز، ولا اذا لم تكن متعب؟ انلس. برافو عليك. انلس يا شباب هي unless، لان هي المعنى هيستقيم يا شباب، لان ما ينفعش اقول if him او unless you are tired. اذا لم تكن متعب ممكن تسوي تدريبات. اذا لم تكن what teacher؟ نعم because what؟ هنا الجملة unless معناها اذا لم، ايش اللي جاب because؟ no because what اخترت هذا الاجابة ما أف؟ يعني unless بالمعنى، أنا عايز أقول المعنى يستقيم بإيه؟ المعنى يستقيم بإذا لم. يعني هنا ساعات الجمل بتبقى معتمدة على المنطق يا شباب. خلينا نختار إف. هل يعقل واحد يقول لواحد لو أنت تعبان ممكن تسوي exercises؟ لو أنت تعبان حتى هيكون تعبان يقوم يسوي تمرينات؟ no. لا. يبقى المفروض نقول إذا لم تكن متعب ممكن تسوي التدريبات، لأن أحياناً الواحد لو تعبان وسوى التدريبات هيتعب أكثر ولا إيش؟ يبقى هنا جملة بتعتمد على إيه يا شباب؟ الجملة هنا بتعتمد على فهمك للجملة. إذا لم تكن متعباً، إذا لم تكن متعباً ممكن تسوي هذه التدريبات. إذا لم تكن يبقى أنتوا عرفوا إن إف لها واحدة بتسويها بالضبط اسمها أنلس بس نفيها، يعني إف مع نط. طيب متى إف تكون صح؟ طب أنا أقولها لكم بقى. إف لو كانت مكتوبة كده يا شباب يو آر نط، لو أنا حطيت بعد آر نط كانت إف هتبقى صح، هتبقى إف يو آر نط طاير، عشان أفهم الأخ اللي سأل. إف تبقى صح لو أنا بقول إف يو آر نط طاير يو كان دو سام إكسرسايز. If you are not. طيب ما احنا حذفنا not يبقى ما ينفعش غير unless. أقول unless you are tired. فهمتوها يا شباب؟ yes. yes. طيب if she doesn't have some culinary skills she won't ولا won't join the. طبعا الصح شوف يا شباب ده هي اللي هتخليك تختار. انتوا عندكم هنا ايه؟ doesn't have ده مضارع. طالما هنا مضارع بسيط يبقى دي حالة أولى. قلت ده اختصار لـ will not. yes. انت معاك كده الحالة الأولى اللي انت ايه واخدها في الوحدة ايه او في الفصل الأول. طيب هنا كيم يا شباب، ماضي ولا مضارع؟ كيم. كيم in the past. if you came on time you would give ولا would be given a new badge. طيب هنا بقى المشكلة عندكم، واحد يقول ده الإجابتين صح، في ماضي would وفي would، بس في وود في الاكتف يا شباب في المعلوم، وفي وود بي في المجهول، ده اسمه مستقبل مجهول يا شباب. طيب بقول لو تيجي في وقتك بالضبط هتعطي ولا ستعطى هديه او اشاره؟ ها اقول وود جيف ولا وود بي جيفن؟ وود بي جيفن. اللي قال وود بي جيفن فاهم الجمله، لانه هيعطى، انت سوف تعطى، يعني مدرسك او رئيسك هيعطيك. الجملة هنا تستقيم بالمجهول يا شباب، هنستخدم هنا حاجة اسمها would be given، ده اسمه مستقبل مجهول، أو would هنا كده في المجهول لأن المعنى هيستقيم. if you came on time you would be given، أنت سوف تعطى هدية، اللي هي البادج دي يعني الشارة يا شباب، بادج يعني شارة أو يعني منحة يعني. تمام؟ يبقى الصح هنا يا شباب هنستخدم حاجة اسمها المجهول، المستقبل المجهول ده. طب this is my ولا their house؟ I built my. طبعا يا شباب بيراجع لك على حاجات سهلة جدا وممكن تجي لك في سنة 10، ولكن دي حاجات واخدها من صف تاسع، صفة ملكية my. طيب that car is mine ولا yours؟ I saw you driving it before. هذه yours. سيارتك. This car is yours. mine. ايش؟ هذه سيارتي. هو واحد يقول هذه سيارتي، انا شفتك بتسوقها من قبل.
هي سيارتي ولا سيارته شباب؟ واحد بقول له this is your car, I saw you, أنا شفتك بتسوقها من قبل يبقى سيارتك. يبقى ضمير الملكية هنا يا شباب للمخاطب. يورز هي اللي صح. اللي قال ماين هنا مش للمتكلم. هنا واحد بيخاطب واحد بيقول له هذه سيارتك انا شفتك بتسوقها من قبل. انا بتكلم عربي هو واضح عشان ما حدش ايه يعني يقول ده الامور صح. The dog bit the boy, he it was a wild dog. الكلب ات يا شباب لان ات دي تعود على الكلب. ايوه I bought some news stories. عايز ضمير يعود على ستوريز يا شباب. They were. تمام؟ طيب they or our new teacher is so kind and helpful. They. احنا يا شباب. لا لا يا شباب احنا عايزين صفة ملكية. They ضمير فاعل. انا عايز اقول معلمنا. معلمنا الجديد. ما ينفعش هنا they. انا عايز اقول our new teacher. Our. طيب this car is his ولا hers. He drives it every day. His. واحد مذكر شباب هز يعني ملكه ماله. تمام طيب this cat always rub. هنرجع هنا شباب rub يعني تمسح بلسانها يعني كده. هذه القطة دايما its body لان its دي الغير العاقل صفة ملكية الغير العاقل. تمام يا شباب. طب اقول لك you class ولا your class. your class. انا عايز انسب الحصة لك انت اقول لك your class. Your class. طيب أقول they ولا their new sport is catastrophe. ها new sport. رياضتهم الجديدة. رياضتهم. Their يا شباب. أنا عايز صفة ملكية. بنسب الرياضة دي لمجموعة من الشباب. أقول لك their new sport. طيب this article is mine. But that one is. هذه مقالتي. ولكن تلك عايز أقول مقالتهم. Theirs. ضمير ملكيه للجامعه يا شباب. The car was mended by him. هي صفه ملكيه وهم ضمير مفعول هي اللي تمشي يا شباب. The bikes are fixed by his ولا their. هي صفه ملكيه يا شباب ما تنفع انا عايز ضمير مفعول. فين ضمير المفعول في الاثنين؟ his ليس ضمير مفعول. his دي صفه ملكيه. them هي اللي ضمير مفعول يعود على الجامعه. طيب this AC was written by by mine ولا by me. mine. لا ما ينفع نقول by mine بقول by me بواسطتي. this AC was written by me. تمام لان ده ضمير مفعول. انا عايز ضمير مفعول يا شباب. mine ضمير ملكية. انا عايز ضمير مفعول هو الوحيد عندك هنا. مين. that huge building was built by. عايز ضمير مفعول في الاثنين. ذم يا شباب هي ضمير مفعول لان ذير صفه ملكيه حاجه على المشي كده لان الحاجات دي انتوا ناسيينها. This cake was made by. طيب هذه الكيكه صنعت بواسطتها. لان دي ضمير مفعول انما هيرز ضمير ملكيه. تمام طيب بسرعه 97. The fish is eaten by its ولا its. The cat was really hungry. It's. لا اوعى تقول it's by it. it's ضمير ملكية يا شباب. it ضمير مفعول. انت عايز ضمير مفعول بعد by. بعد by يجي ضمير مفعول. ضمير مفعول يعود على الحيوان او غير عاقلة. it by it. لان it's دي صفة ضمير ملكية. ضمير ملكية ما يجي هنا. انا عايز ضمير مفعول اللي انا اخترته. my friends and I went to Suhar. وي. طيب لما يكون اي والاصدقاء نجيب عليهم ايش؟ وي. وي. After I had gone their studies a new language. After I had gone. مين اللي معناه هناك؟ اهي يا شباب. ذير. ذير اللي معناه هناك. بعد كده يا شباب the last one they are ولا their good friends. They are. لأن هي اختصار لكلمة they are لأن بعد فيرب تو بي هيجي الصفة. وبكده يا شباب وصلنا للمئة. طبعا هو لسه في كتير طبعا لو سمحت الظروف تاني ممكن نكمل. هم أكتر من 400 جملة على الجرامر. نتمنى إن شاء الله يعني تكونوا يعني استفدتوا من هذه. أستاذ متى تفتح مرة؟ متى تفتح مرة أستاذ؟ الترتيب مع الأستاذ صالح إن شاء الله. طيب
يعني احنا كده يا شباب اعتبرنا وقفنا في المراجعة عند حاجة اسمها ضمائر الفاعل، ضمائر المفعول، صفات الملكية، ضمائر الملكية، خدنا عليها كده حاجة على السريع. كمل كمل استاذ. فنشوف الاستاذ صالح كده يعني وضعه معانا ايه، نكمل اللي بعد اللي قبل المغرب. كثير صراحة. احنا بنقول لو حددنا يوم تاني علشان حتى صوتي بدأ يتعب شوي. لان المطبخ كثير، اذا كان يوم ثاني ان شاء الله. هو هم 400 كلمه، يعني 400 جمله جرامر. انا حتى اليوم استفدت كثير منك استاذ سيد. الله يحفظك، ده من ذوقك يا صالح، ده احنا بنتعلم منك. جزاك الله خير. الله يحفظك. وما شاء الله يعني حتى الشباب يعني لاحظت انهم كانوا معاك في الاجابات متابعين. طبعا انا سمعت ان في طلاب يعني ما شاء الله، يعني دي بقى بنسميها شباب تعزيز، يعني حتى انت لو عارف الاجابه بس برضو بتعتبر انت اطمنت على نفسك. الموضوع كله ان احنا بناكد حاجات عندكم، انتوا عارفين ان انتوا ذاكرتوا، ولكن دي بتخليك تبقى ما بين اختيارين، دي في حد ذاتها تدعيم وتعزيز للي انت درسته. تمام. بعدين استاذ سيد اقول لك يعني كانت من البدايه يعني ما شاء الله عليك وضحت لهم ان في كلمات عربي كانت موجوده على اساس يفهموا، هم خايفين ان يجي معلم انجليزي من بريطانيا. لا هو احنا اصل احنا مش كل اللي بيسمعنا في نفس المستوى، في واحد عايز يوضح له الكلمه كلمه. احنا الحصه غير رسميه، فاحنا بنتعامل بالطريقه اللي تفيد وليس تحير. لا بالعكس كان مفيد جدا يعني لما توضح ان مثلا الفعل كيف جات والجمله كيف جات، يعني انا شخصيا استفدت، ما كنت عارف فيها، عشان ما كنت اعرفها. يعني احنا دي توصياتك يا استاذ صالح، ما انت موصيني. اعمل ايه، دول ولادي. انت اللي موصيني، ورسلي هات من ابسط شيء، يعني على اساس ان الطالب اللي هو مستواه متوسط يقدر يستفيد مننا، ما يبقاش في غموض بالنسبه لي. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله راح يكون في موعد قريب ان شاء الله قبل الاختبار الانجليزي، بنحدد ان شاء الله موعد معاك ونشوف بقيه الاسئله باذن الله. باذن الله ربنا يوفقهم جميعا، وشكرا على الدعوه الصالح، ونتمنى ان طلابك يكونوا مبسوطين، واحنا تحت امرك في اي وقت. مشكور، جزاك الله خير. Thank you very much teacher. Thank you. Welcome. Thank you teacher. Welcome. It's a pleasure for me. عارف الحساب؟ لا باخذه من عند ربيعي. اوكي زين تمام، يلا موفقين. جينا احنا بريمي المره الماضيه، نار معكم هناك ما شاء الله. عادنا فيكم. كم حسابك؟ كم عقه؟ لحظه شويه، تاكد مسجل كل مره نسجل وما في فايده. هذا بني اربع ثبته. لحظه شوي بس، اول ما وقفت تسجيل الحصه.